أهلا بكم مشاهدينا. أفاد خبراء اقتصاديون أن التضخم في الاقتصاد السوري بات بمثابة النار التي تلتهم دخل المواطن، حيث اتسعت الفجوة أكثر بين الأجور والأسعار، خاصة بعد رفع أسعار المشتقات النفطية. وأشار الخبراء إلى أن التضخم مشكلة هيكلية وبينوية في الاقتصاد السوري، غير أن الأحداث الراهنة فاقمت خطورة الوضع، إضافة إلى اختلال التوازن بين قطاعات الاقتصاد الحقيقي والقطاعات الخدمية. وقد أرجع الخبراء أسباب هذا التضخم إلى نظام الأسد الذي ضاعف ما يسميه بالمجهود الحربي، معتمدا على القطاع الخاص في توفير السلع الاستهلاكية، ما ساعد على تعزيز احتكار هذه الفئة للعديد من السلع، وبالتالي السيطرة والتحكم في أسعارها، إضافة لانهيار قيمة صرف الليرة أمام الدولار، خاصة في ظل الاعتماد على الاستيراد لتغطية الطلب المحلي. أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام أنها عدلت تعليمات منح الموافقات على الاستيراد لجهة تخفيض مدة صلاحية الموافقة. ووفقا لبيان الوزارة، فإن التعليمات الجديدة تعتبر مدة الموافقة المقدمة عن طريق مديريات وزارة الاقتصاد للحصول على إجازة الاستيراد صالحة لمدة شهر واحد فقط، بعد أن كانت صالحة لمدة 3 أشهر فيما سبق وستة أشهر للصناعيين، وهما يشكل عبئا آخر على الصناعيين والتجار. وإلى أسعار العملات في سوريا، حيث انخفض مجددا سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية. ففي دمشق سجل سعر صرف العملة الأمريكية الدولار حوالي 242 ليرة سورية للمبيع وفق تداول العملات اليوم، بينما سجل سعر صرفه في حلب قرابة 237 ليرة سورية للمبيع أيضا. وكان الدولار قد أنهى الأسبوع الماضي على سعر 248 ليرة للمبيع قبل أن يهوي بسرعة خلال تعاملات أمس إلى 240 ليرة للمبيع، ثم عاد للارتفاع مرة أخرى. وبذلك ينهي الدولار الأسبوع الماضي على تراجع بعد أن كان قد وصل إلى ذروة غير مسبوقة منذ عام ونصف يوم الأربعاء من الأسبوع الفائت، حين أغلق الدولار على 252 ليرة للمبيع رغم تدخلات البنك المركزي الذي لجأ إلى سحب الليرة من الأسواق ليحافظ على سعره. وفي أسواق المعادن، شهدت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا في الأسواق المحلية متأثرة بانخفاض قيمة المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، فسجل سعر غرام الذهب من عيار 21 8182 ليرة سورية حسب تداولات سعر الذهب في أسواق إدلب، فيما وصل سعر غرامه من عيار 18 في إدلب كذلك إلى قرابة 7013 ليرة سورية. وإلى أسعار السلع والمحروقات في الأسواق السورية، سجل متوسط سعر أسطوانة الغاز في الحسكة قرابة 5000 ليرة سورية، فيما تجاوز سعر لتر المازوت في الحسكة أيضا 190 ليرة سورية.
هذا واستمر ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق السورية إثر موجة الأمطار والثلوج في الأيام الماضية، كما ارتفعت أسعار الفروش قليلا بسبب زيادة الطلب عليه. هذا ورفع انخفاض درجات الحرارة كذلك أسعار بعض الخضروات والفواكه نظرا لتراجع كمياتها المعروضة في الأسواق لصعوبة قطفها. هذا ويذكر أن الهطولات المطرية استمرت الأسبوع الماضي في مختلف المناطق مع تساقط الثلوج على المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 60 مترا. عربيا، قالت وزارة النفط العراقية إن المخزونات النفطية من احتياط البلاد تتجاوز 200 مليار برميل من النفط الخام و132 تريليون قدم مكعب من الغاز، فيما يرى اقتصاديون أن العراق لم يفلح في استغلال ثرواته النفطية بسبب الفساد الذي يشوب المشروعات الضخمة في القطاع، فضلا عن الأوضاع الأمنية المتدهورة غير المستقرة. وفي سياق متصل قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي إن العراق بحاجة إلى سياسة قومية لتحويل النفط والغاز إلى محرك للتنمية الاقتصادية وليس إلى مصدر وحيد للاقتصاد وللتنمية المستدامة والشاملة بالبلاد. في مصر، قال وزير التموين خالد حنفي إن احتياط القمح الاستراتيجي للبلاد يكفي حتى نهاية أيار القادم. وأضاف حنفي أن من المتوقع أن تستلم الحكومة ما يصل إلى 3,700,000 طن من القمح المحلي بدءا من منتصف شهر نيسان القادم خلال موسم الحصاد، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الاحتياط الاستراتيجي من القمح ليكفي حتى تشرين الأول القادم. ولمصدر تأثير قوي على سوق القمح العالمية بواردات تصل إلى 10 ملايين طن سنويا. هذا وكانت الهيئة قد وقعت على مناقصة الأسبوع الماضي لشراء 240 ألف طن من القمح الروماني والفرنسي. أوضح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت أن بلاده خسرت 700 مليار دولار أمريكي جراء عمليات الفساد، وفي غضون 5 أو 6 أعوام إبان حكم الرئيس السابق محمود أحمد نجاد على حد قوله. وتبرز ادعاءات الفساد بشكل متكرر في إيران في الآونة الأخيرة، إذ أوضح وزير الاقتصاد علي طيب نية أن القطاع المصرفي شهد فساداً بقيمة 3.5 مليار دولار تقريباً خلال كانون الأول من العام الماضي. يذكر أن الولايات المتحدة والدول الغربية تفرض حظراً اقتصادياً شديداً على حكومة طهران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل. إلى تقريرنا العالمي، انخفض سعر المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى له في 7 أسابيع. وفي موضوع آخر، استقرت أسعار خام النفط برنت فوق 60 دولارا للبرميل بعد أن طغت التكهنات بانخفاض عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة. مزيد من الأخبار في التقرير التالي. تراجع الذهب في الأسواق العالمية من جديد مقتربا من أدنى مستوى له في 7 أسابيع بعد أن ناقش وزراء مالية منطقة اليورو تمديد برنامج إنقاذ مالي لليونان 4 أشهر، فسجل الذهب في التعاملات الفورية حوالي 1197 دولار للأونصة. ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى لها في عدة سنوات بعد صدور بيانات تظهر نمو القطاع الخاص الفرنسي بشكل غير متوقع بأسرع وتيرة له في 3.5 سنوات في الشهر الحالي. استقرت أسعار خام النفط برنت فوق 60 دولارا للبرميل بعدما طغت التكهنات بانخفاض عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة على المخاوف من تخمة المعروض. وأظهر مسح أسبوعي لشركة بيكر هيوز للخدمات النفطية أن عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة هبط إلى أدنى مستوى له منذ 2011. قالت وزيرة النقل الكندية لزريت إن كندا ستزيد قيمة التأمين التي يتعين على السكك الحديدية دفعها عندما تحمل نفطا خاما، وستفرض ضريبة على شركات الشحن للمساعدة في تغطية تكاليف الحوادث الضخمة في صناعة نقل النفط عبر السكك الحديدية. ختام النشرة الاقتصادية، شكرا لكرم المتابعة، عودة إليك لبنى. شكرا لك يا أمل. مشاهدينا، نذهب إلى فاصل قصير لنعود ونتابع بعدها.